العمال اللي يشتغلون في الحلال يتغرب من البلد ويجي يعيش هنا وياكل من اكل متواضع، يعني اكلهم كل يوم شباتي وحليب. شوف المطبخ شباتي وحليب، والله العظيم اني من عشرتي لهم انهم من اسعد الناس، والضحكه ما تفارق فمه ومبتسم على طول ومبسوطين ويحمدون الله عز وجل. ويجونك بعض الناس والضايق يقول ما عندي ظروف ولا عندي كذا، وسيارتي ما هي جديده ولا غرفه النوم بجددها ولا بيتنا بسوي له تجديد. احمد الله على النعمه اللي انت فيها، والله القناعه يعني صدق من قال القناعه كنز. اقتنع باللي عندك واحمد الله، والله تشوف الخير، تشوف الخير كله. شوف حالهم كيف، شوف ينامون هنا واكلهم شفتوا كيف،